حصل مطار طابا ومرسى مطروح على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات من قبل مجلس المطارات الدولي ACI، ليصبح إجمالي عدد المطارات التي حصلت على شهادة الاعتماد الصحي 11 مطاراً، وبذلك تصبح مصر من أكثر الدول على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط في عدد المطارات الحاصلة على تلك الشهادة. يأتي ذلك في إطار المجهودات التي تقوم بها وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع الجهات المعنية بقطاعات الدولة المختلفة للتصدي لجائحة كورونا.